السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم كريم وزاف في فيديو جديد ان شاء الله. شحال هذه ما عملت فيديو، 4 شهور ما عملتش فيديو في قناه ديالي في يوتيوب. متشوق صراحه نعمل فيديو، صراحه متشوق نرجع لليوتيوب. للاسف الخدمه بزاف، يعني ما كاينش وقت باش نعمل لي فيديو، مي الحمد لله جبرنا هاد الفرصه، هاد العطله اللي كاينه، وتصادفت مع المغني الحر اللي خرج الاغنيه ديالو. هاد الفيديو كما كتشوفوا غادي يكون رياكشن على الاغنيه ديال الحر. المهم خليكم مع الرياكشن، نبداو اغنيه الحر حس بيا. سلمان عفريت دريكسر. قبل ما نصنت الديسكو، قبل ما نصنت الاغنيه ولا نعمل عليها اي تعليق ولا شي حاجه، كنعرفوا بان الحر من الروابا اللي عندهم القلم، اللي روابا لكن يملكون الكلمات، يعني شاعر مغني. لهذا الكذا اللي اغاني ديالو كاملين كيكونوا فيهم قصه، كيكون فيهم واحد الحس ديال الكتابه، كيكون فيهم رساله كيوصل للمتلقي. باش ما نهضرش بزاف رجعوا. ديك اللقطة ديال اتصالات اللي تشوف لافيش، ما عرفتش واش عدلها، يعني كان عامل واحد مع اتصالات المغرب ولا بغى يدوز هذيك في الاغنية ديالو صافي. صلاه المغرب مروك تريكم، كنظن عندها شي شراكه معاهم. تسمع ولا حتى فيك ريحه السباب جو نافي، كيفاش غنكون اكثر من بارده ولا دافي، روني محتاجك اليوم. على حد الساعه اللي عرفته بان اغنيه بدا حس بيا، مي كيهضر على الغدر، على الخيانه، على الاقارب ديالو، يعني هو هادشي كيعيشو الحر. يعني بزاف ديال الفيديوهات اللي كنتو شفتو، بزاف ديال المرات كان قدام المحل ديالو ديال اللي كيبيع فيه هو الحوايج، كانوا كيجيو كيعدلو له السحور. يعني ما عرفتش، ما كنأمنش بهاد الخرافات وما كنحملش النظر عليها. المهم كيعملوا له السحور، المهم شي كموسة سيدة مع الباب ديال 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 المحل ديالو. يعني هو هاد الغدر وهاد الهضرة فيه وهاد الناس تابعه، يعني ديجا هو كيعيش في الحياة ديالو، وحاول ما أمكن يخرج الأغنية. خليني مدموم، ما كنشوف اليوم، ما قدرنيش عادي، شوف الناس كيف تدوم، راني محتاجك اليوم. الفران عجبني بزاف كلمة درو فران، واعرين بزاف. اي ما راح هادشي التصوير السينمائي ديال هاد اللقطة، يعني من يعني الطوموبيلة مهرسة وديك الحمورية زعما بحال لي العافية، كنظن كان بالإمكان يكون أحسن، فهمت؟ يعني طلقوا الدخان يشريو العافية، يعملوا كمشهد حقيقي، يعني ديال ديك الطوموبيلة تضربات ولا تخسرات ولا، المهم كنظن كان يكون مشهد أحسن من هيدا. حتى الحوايج اللي لابسه يعني مدمي كامل في وجهه، مي الحوايج اللي لابس كاملين نقيين. يعني هذه من الحاجات اللي ديتاي بسيطه اللي كان خصهم يردوا لها البال، فهمتي؟ يعني على الاكل الا كان الدم في وجهه، على الاقل ترش حتى الحوايج ديالو ترشوا بالدم، بشويه كتكون الصوره كتعطي واحد الطابع ديال حقيقي، واحد رساله حقيقيه ديال داكشي اللي هو كيقولو. كايت احفاري كل فخ فيه مدسوس، كل قلب شنو فيه مساوس فريوس، هدي عم تخطط وكل شي مدروس، خروض الشيطان نفوس، طيبة والنية واكل هسوس. يعني هو كيهضر على الغدر، يعني بصفة عامة، يعني الغدر اللي تابعه هو في الحياة ديالو، يعني بهذا الفيديو بهذه الأغنية هذه كيهضر على راسو، على الناس اللي كيغدروا، على الناس اللي ما بغاوهش ملي عمل واحد القفزه نوعيه في الحياه ديالو، خصوصا في المسار ديالو ديال الموسيقى.
مي كاين الناس هايده، كاين الناس ما كيبغوش يشوفوا شي واحد عامل شي حاجه في حياته، كيبغيو ديما يشوفوا الناس هابط، ولا الناس ملي كيشوفوها كامل مثلا باش نهضر في واحد النقطه كيشوفوها كيعمل مثلا اشهار ديال اتصالات المغرب ولا ديال شي شركه ولا شي حاجه كيقولوا له لا تبعتي الفلوس لا راه عادي رابور الى مغني لا ما دخلش الفلوس من تما بالمين يدخل فلوس يبقى يغني يغني وزيرو درهم، يعني راه حاجه عاديه يعمل علاقات. المشكل اللي خصو يتبدل شي في المغني ولا في الفنان بصفه عامه وهي الرساله النبيله اللي كيوصل للمتلقي، هذيك اللي ما خصهاش تتغير. مي عادي الفنان يبحث على الفلوس، راه شي حاجه عاديه، كاملين بينا في الحياه تابعين للفلوس، كاملين بينا باش ما ننفخوش راسنا. الهضره دايره فيها الكذوب والصح، يعني ديك الهضره اللي دايره عليه ديك الكلام اللي كيقولوا عليه طاب تحط فيه شويه الحقيقه كتجبر بزاف ديال المغالطات. يعني الاشاعات اللي كتطلقوا بحال هكذا كيسببوا الصراحه واحد كاين الفنانه وكاين لي ستار اللي ما كيتسوقوش، يعني ولفوا يعني الترياق عندهم الترياق ضد الانتقادات. مي المشكله كاين الفنانه اللي ديك الانتقادات كتجرحهم، خصوصا ملي كتكون انتقادات ما كايناش، خصوصا ملي كيكون الفنان ولا ديك الانسان مظلوم ديك الانتقادات اللي كتجي. فهاد اللقطه اللي بغيت نقول لكم، فهاد اللقطه كان ممكن يكون بزاف ديال الحاجات تما باش يبينوا بان ديك الطنوبه راه عملت واحد القصيده. راني محتاجك اليوم فاين ضعف وغادي خليني مهموم ما كنشوف النوم ما قادر نعيش عادي، شوف الناس كيف تدور ليا نجوم اللي مسافتو راضي راني محتاجك اليوم. يعني القصه هي اللي بداوها في الاول ومن بعد عملوا ديك الفلاش باك، يعني باش تضرب في ديك بالطونوبيله باش عمل القصيده، ملي مشى عند اخر عملوا شي باستيال شي حاجه منومه، يعني في ديك الكاس شربوا بسببه باش ضرب قصيده كانوا تابعينها اخرين. يعني ديك اللي تابعيناه ما كيقصدش شخص، ما كيقصد ديك الناس اللي تابعينها كاملين في الحياه ديالو، يعني والهضره اللي كتقال عليه بزاف. المشكله في الكاسك ملي عالات، يعني العائله جنس اللطيف هي اللي كانت كتسوق الموتور، يعني خصوصا هو كي كنظن على ما اظن الرساله اللي موجهه في هذه الاغنيه بان دوك الناس اللي كيعملوا للسحور، يعني المهم اللي كنت شفت، يعني ما عرفتش باش انا ما نكونش بارطاجيت المغالطات، مي هادشي اللي كنت شفت بانهم عملوا للسحور. كنظن هو شاك ولا عارف شكون اللي قدر يعمل ديك الشيء، يكون مثلا ديك الجنس اللطيف ديك شي عائله ولا شي بنت ولا شي حاجه هي اللي السبب ديال عليها. كنظن عمل بنت مورا ديك الكاس المخفيه، مي هو كيقصد بدوك الناس اللي تابعينه، يعني كيقصد كلشي لان بزاف ديال الهضره رجعت القيل والقال على الحور، خصوصا انا قلت لكم اللي عمل واحد القفزه نوعيه. مي اغنيه كتوالى بزاف الكلمات والين بزاف القصه، يعني سيروره ديال الاحداث مزيونه، خصوصا باش عمل ديك الفلاش باك تصوير مزيون. انا قلت لكم ما لعبوش شي حاجه في لي ديتاي، مثلا ديك العافيه بزاف ديال الحاجات مثلا اللي ما لعبوش فيهم، فقط غير في التصوير. اما كقصه ككتابه ككلمات كرساله اللي توصلت للمتلقي صراحه شابو. الى هنا نكون انتهينا من الفيديو ديال اليوم، كان هذا فقط فيديو بسيط رياكشن على الاغنيه الجديده ديال الفنان الحر، غادي تجبروا طابعه الحال الرابط ديال الاغنيه في صندوق الوصف. كنتمنى من صميم القلب تخليوا لي اي تعليق او كومونتير على الاغنيه، كيفاش جاتكم الاغنيه، شنو الاحاسيس، شنو الاستفاده ولا الرساله اللي وصلتكم من الاغنيه، وشنو الرساله اللي توصلوها الناس اللي بحال الحر، الناس اللي كيوصلوا من الانتقادات بزاف، شنو هو انتي فيروس ديال ديك الانتقادات، شنو هما يعني المضاد ديال ديك الانتقادات، كيفاش كتعاملوا معاهم. باش ما نطولش عليكم، الى هنا الى لقاء فيديو قادم ان شاء الله.